في هذا الفيديو راح نغطي بعض التيبس اللي ممكن أن نستخدمها في برنامج الوورد. لما تيجي تكتب أي تكست على الوورد زي ريبورت أو هومورك أو بروجكت، لازم يكون عندك دائما صفحة للتايتل. طبعا التايتل مفروض يتكون من شعار المؤسسة أو الجامعة اللي أنت عم بتقدم لها هذا الشغل، اللي هو في حالتنا مثلا الجامعة الأردنية. لازم يكون في تايتل لهذا البروجكت، اسمك وبرضه اسم القسم واسم الجامعة واسم المدينة والبلد. بس طبعا هلا الاشي اللي بدنا نتعلمه هو الستايلز، انه كيف نعطي specific style to a specific text. يعني مثلا هلا التايتل مش معقول يكون حجمه نفس حجم الاسم او نفس حجم الكلام العادي التكست الموجود جوا الدوكيمنت. فشو اللي بنعمله؟ اول اشي بنعمل select على التايتل، وبنكبس على الستايل كلياتهم، ومنروح على الستايل اللي اسمه تايتل. هلا واضح كيف انه التايتل تغير بناء على pre defined parameters مخزنين جوا هذا التايتل. حتى اشوف هاي البارامترز بكبس على المثلث اللي جنب التايتل وبروح على modify. هلا هون بيورجوني هذا الستايل اللي اسمه تايتل، نوع الخط، حجم الخط، مثلا ممكن بدي اعمله بولد، اوكي، ممكن مثلا بدي اياه يكون بالنص، ما بدي اياه يكون زي على الشمال. فاذا عملت هاي الاشياء اللي بدي اياها وعملت اوكي، طلع مباشرة لحالها تتغير. وهذا مباشرة بس بكبس التايتل. يعني لو رجعنا مثلا كبسنا نورمال مرة ثانية، رجع لنورمال، لما اكبس تايتل مرة ثانية بياخد اخر اشي انا سيفته في التايتل. طيب لو اجينا مثلا للاوثر نيم، هلا هون ما في ستايل اسمه اوثر، فانا ممكن اعمل ستايل اسمه اوثر من خلال اني احكي نيو ستايل اسميه اوثر، واحكي انه هو حجمه مثلا 14، تمام، نوع الخط كامبريا، بدي يكون بالنص وبدي يكون مايل. لما اعمل اوكي بلاقي انه كل اشي اوتوماتيكلي صار زي ما انا بدي. ونفترض انه برضو بدي القسم والمعلومات الاخرى نفس الاوثر، فبكبس اوثر مباشرة اخذوا نفس السبيسيفيكيشنز ونفس الستايل تبع الاوثر. فهيك دائما لازم يكون عندك صفحة التايتل بهذا الشكل. اي دوكيمنت لازم اول ما يبدا بابستراكت. ابستراكت هو مختصر، تمام، مختصر فقرتين او ثلاث فقرات، ممكن فقره واحده حتى تكفي، بيختصر كل البروجكت تبعك او كل الاشي اللي انت عم تكتبه. برضو احنا شايفين هنا انه الابستراكت هو عباره عن تايتل هو نفس حجم التكست، وهذا طبعا كمان منظره مش صحيح يعني. فشو بعمل؟ باجي على abstract وبختار لها heading 1. heading 1 يعني heading 1؟ heading 1 هي العناوين الرئيسية. شايفين كيف تغير شكلها؟ وحتى اللي بده يصير هو انه كل ما الاقي title بنفس الليفل تبع abstract راح اختار له heading 1. يعني بعد الابستراكت شو بيجي بالعادة؟ بيجي introduction. فلو كبس على الانترودكشن وheading 1 بشوف انها عملت بالضبط زي ما الابستراكت عملت. بيجي بعديها الفوتوفولتايك سيستمز ان جوردن، هذه جوا الانترودكشن. هلا لما تكون جوا الانترودكشن ما بعطيها heading 1، بعطيها heading 2. تمام، واضح كيف انها برضو اختلفت، مش نفس الشكل. هذا طبعا بيعتمد على انت كيف قسمت الشغل تبعك. طبعا في عندي فيجر، اكيد دائما بيكون في عندي فيجرز، بيكون في عندي تيبلز، بس انا هلا عم بدور بس على العناوين الرئيسيه. مثلا باتري انرجي سيستمز وذ رينيوبل انرجي سيستمز برضه هي جوا الانترودكشن، فهي هيدنج 2 جوا الانترودكشن. هلا لو كملنا برضه في عنا اوبجكتيف. هلا الاوبجكتيف هو مش جوا الانترودكشن، هو مثله مثل الانترودكشن، فبعطيه هيدنج 1.
وكيف أخذ شكل زي الأبستراكت والإنترودكشن، أخذ الشكل تبع هيدنج 1. هلا الباتري تكنولوجيز بارامترز هي برضو هيدنج 1، الهومر سيميليشن سوفت وير هو برضو هيدنج 1. هلا الهومر ديسكريبشن هو هيدنج 2، ونفس العملية لا هذا هو برضو هيدنج 2. في عندي table، في عندي figures كمان، هذول هم heading 3 اللي هم جايين تحت ال Homer system design and cost of components، هم جايين تحتي، فهو heading 2 اللي تحته بيكون heading 3، وإذا في تحته كمان بيكون heading 4 وهكذا. هذه برضو heading 3، هذه heading 3. هلا simulation results هي heading 1 زيها زي ال introduction وال abstract وال objectives. وبالنهاية في عندي ال conclusions، دائما يفضل يكون عندك conclusions وهي heading 1. هلا نيجي اول اشي، واضح انه الشكل مش متناسق، يعني شكل هيدنج 1 وهيدنج 2 لونها ازرق، وهيدنج 3 كمان لونها ازرق غامق، يعني مش اشي مناسب. فشو بيكون الحل؟ خلينا مثلا نيجي لهيدنج 1 ونحاول اول اشي انه نكبرها. فنيجي بنعمل موديفاي، هلا بنحاول نكبرها. اول اشي نحاول نخلي نفس الخط، نحاول نكبرها ل 14 تمام، ونروح على فورمات، نروح على paragraph، ال indentation ما يكون 0.6 يكون أقل شوي، let's see. فطلع كيف ال objectives تغيرت، طلع كيف كل ال heading 1 تغيرت، يعني هذه ما تغيرت لأنها heading 2. إذا نسيت بكبس عليها بلاقي إنه heading 2 ضوء. مثلا introduction هي heading 1، طلع كيف تغيرت لحالها، كبرت وراحت أكثر على الشمال بدون ما أقرب عليها. فهذا هي حلاوة الستايلز. ونفس العملية للأبستراكت بدون otherwise، وأنا عم بشتغل مانيولي لازم أروح عليهم واحدة واحدة وأعمل الإجراءات اللي عملتها، بينما بالستايلز مرة واحدة انطبق عليهم كلياتهم. طيب خلينا نشوف heading 2 شو ممكن نعمل فيها. heading 2 برضو بدنا اياها تكون لونها مثلا اسود، حجمها 13، وبدنا نعمل لها indentation تكون مثلا 0.4. طلع كيف صارت سودة، تحركت لليمين بمقدار 0.4، وهذه العملية بتنطبق على كل heading 2 automatically. هاي برضو heading 2، شوف كيف لحالها تغيرت. طيب heading 3، heading 3 لساته على الوضعية القديمة اللي هو هيو زي هيك. طبعا بدي اغيره، باجي بحكي انه heading 3، باجي بحكي modify، برضو بدي لونه يكون اسود، 12 مناسب، بدي اعمل له indentation 0.5. فشوف كيف كليات متغيروا اوتوماتيكلي. طيب ليش مهم اعمل هاي الهيدنجز غير عن سهولة عمل التغييرات على الستايلز بشكل عام؟ هلا اهمية الهيدنج 1 2 و 3، هو حتى 4 لو احتجت، هو انه بقدر اروح على بداية الدوكيمنت. بالعادة بعد الصفحة الاولى بيكون في عندي دائما table of contents. هلا لو بدي اشتغل مانيولي بدي اصير اكتب انه الابستراكت وفي الصفحة كذا، الانترودكشن وفي الصفحة كذا، هذا العملية بتكون مملة وغير فعالة. لكن لما استخدم الهيدنجز بقدر اروح على references table of contents واختار automatic table 1 او 2، مش مشكلة بس مش manual table، automatic table.
مجرد ما عملت هيك طلع كيف اوتوماتيكلي عمل لي table of contents الابستراكت بصفحة 2. تطلع فعلا الابستراكت موجود في صفحة 2. هلا نفترض انه الابستراكت ده وديه على صفحة لحالها، وطبعا بالعادة table of contents ما بيكون معه بصفحة اي اشي تاني. طلع هلا الابستراكت صار بصفحة 3، شو اللي بعمله؟ طلع شو باجي؟ باجي هنا بكبس على update table، update entire table، بعمل لحاله update. الابستراكت صار بصفحة 3، وفعلا الابستراكت صار بصفحة 3، والانترودكشن كمان بصفحة 3، وهكذا. هاي واضح كيف انه abstract introduction، بعدين الفوتوفولتايك والباتري انرجي سيستمز هم جوا الانترودكشن، عشان هيك حط زاحم شوي على اليمين، objectives وهكذا. طلع كيف، وهي heading 3 اللي حكينا عنهم موجودين هون مع ارقام صفحاتهم، واي تعديل بيصير كل اللي عليك تسويه هو بس update التيبل. تخيل المعاناة اللي ممكن كنت تعانيها لو بدك تعمل هذا الحكي ماني ولي، وتضلك تعمل له update كل ما يتغير إشي وكل ما يزيح إشي من صفحة لصفحة. هلا حتى نعطي أرقام للheadings، اختار heading 1 أي واحدة من الheading 1، ومنروح على multi-level list ومنختار هذه heading 1 heading 2 heading 3. نلاقي نشوف كيف إنه أعطى للأبستراكت رقم 1، الانترودكشن أخذ رقم 2 وهكذا، الهيدينج 2 أخذ 2.1 2.2 وهكذا حتى 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2. هذا هو الهيدينج 3. هلا لو ارجع للتابل اوف كونتنتس بلاقيها لسه ما تعدلت طبعا. ليش؟ لانه لازم اكبس على update table، update entire table، واوكي. شوف كيف صار، تكون جدا مرتب لما تشتغل هذا الشغل، انه يكون كل chapter له رقم، والسب chapter بيكون له رقم point رقم وهكذا، وكل هالعملية صارت اوتوماتيكلي بس بكبسة زر. هلا احنا كمهندسين معظم شغلنا بيحتوي على figures و tables. هلا الفيجر اللي هي زي هذه عبارة عن رسمة، أي فيجر بتحطها في أي document لازم يكون إلها caption. الفيجر caption هو شرح عن هذه الفيجر، يعني هون هذه الفيجر الشرح تبعها PV system and load profiles. حتى يكون شغلك بروفيشنال لازم كل فيجر او كل تيبل يكون إلها رقم. هلا ممكن مانيولي ان تكتبها انت انه فيجر 1 مثلا، بس انا اللي بدي اعلمك اياه هو طريقه اوتوماتيك، هو تكبس رايت كليك على الفيجر وبتكبس انسرت كابشن. هلا بتحط اوكي، طلع شو طلع عندك figure 1. هلا figure 1 تعمل ممكن نقطتين فوق بعض، بعدين بتنقل الكابشن حتى يصير جنبها. هلا هذه نفسها لها ستايل اسمه كابشن، ممكن نغيره بالطريقه اللي بدنا اياها. مثلا بدنا لونه يكون مثلا احمر، بدنا اياه يكون بالنص مثلا، والخط كامبريا. طلع كيف صار برضو، حتى يكون متناسق بنخلي الفيجر كمان بالنص. فشوف كيف صار الفيجر، فيجر إله كابشن وإله رقم. الفيجر اللي بعده نفترض إنه هذا هو الفيجر، نعمل له insert caption figure 2 وبتنسخ هذا هون. هلا نفترض انه فعليا فيجر 2 هو هذا اللي هو انا عن عمدا تركته. هلا لو كنت اشتغل مانيولي واكتشفت انك ناسي هذا الفيجر، ونفترض عندك 50 فيجر مثلا في الـ في الـ
في الدوكيومنت بدك تيجي تعطي هذا رقم 2 مانيولي، وتعطي هذا رقم 3، ورقم 3 تعطيه رقم 4، وهكذا لحد ما رقم 50 تعطيه رقم 51. شوف كمية الجهد. بس إذا بتتبع هذه الخطوات اللي أنا عم بعلمك إياها، طلع شو بتصير فعليا. تعمل insert caption مكان الفيجر اللي أنت نسيته، شوف صار اسمه figure 2، وهذا لحاله صار figure 3، أنا ما غيرت فيه إشي. وهذا الحكي بيصير على كل الفيجرز، لو عندي 50 فيجر كلياتهم رح يتغيروا automatically. هلا برضو لو عندي table، هذا table، هلا الكابشن تبع التيبل بالعادة بيكون above، يعني مش تحت، فوق التيبل، بس نفس العملية. باجي بعمل right click insert caption، بس ما بختار figure، شو بختار؟ table. اختار table، حط لي اياه فوق، وبنسخ اسم التيبل، ونفس العملية لو عندي table تاني، هي برضو نفس الاشي، بختار التيبل، بعمل right click insert caption table، هي table 2، حط نقطتين فوق بعض، وبنسخ الاسم. كل فيجر وكل تيبل بعد ما نحط له الكابشن لازم ينذكر بالتكست. فلو اجينا مثلا حكينا هون فيجر 1 shows that generated power، وهكذا. هلا الطريقة الصحيحة حتى اذكر الفيجر في التكست هو التالي، انه ما اكتبه كتابة، انا هون كاتبه كتابة. الطريقة الصحيحة هو انك تروح على references، تروح على cross reference، تختار figure، تختار هون only label and number، وتختار figure 1 وتعمل insert، طبعا نعمل space. فهلأ figure 1 shows that، هلأ لو بدي أعمل نفس الإشي لفيجر 2، فهنا برضو figure 2 shows، بدي أمسحها بهذه الطريقة وأحطها بالطريقة الأوتوماتيكية اللي هي cross reference figure 2 تمام، وfigure 3 اللي هي موجودة هون، نحط cross reference figure 3 insert. فبس انتبه على أماكنهم، هاي figure 2 وهاي figure 3 وهون figure 1، زي ما افترضنا قبل شوي إنه في واحدة من الفيجرز موقعها لسه قبل فيجر 1. يعني نفترض إنه في فيجر من اللي أنا حاطهم تحت موقعها اكتشفت بعد ما كتبت وعملت موقعها هو مش صحيح. نفترض إنه مثلا هذه الفيجر بدي أعمل لها كات، مكانها الصحيح هو فوق في الأعلى، وين؟ قبل فيجر 1. هاي فيجر 1 هي هون مثلا. هلا اطلع، طبعا حطيتها هون وعملت لها insert caption، طبعا هي فيجر وليست تيبل، فبختار فيجر. هلا فيجر 1 اخذت رقم فيجر 1، طبعا بعطيها كابشن معين. هلا اطلع شو اللي صار، اللي كانت فيجر 1 صارت فيجر 2، بس شو كمان، هذه الفيجر 1 اللي كانت هون مفروض تصير فيجر 2. طب ليش ما صارت؟ زي ما عملنا ابديت للتيبل لازم برضو نعمل ابديت للتكست. كيف نعمل ابديت للتكست؟ نختار select all، وبنعمل right click، وبنختار update field، وبنحكي update entire table. طلع شوف صار، بس عملت لها ابديت لحالها صارت فيجر 2، لانه هذه صارت فيجر 2، وفيجر 3 شوز كانت فيجر 2، واز شون ان فيجر 4 لحالها تغيرت لانها شو كانت، از شون ان فيجر 3. ليش؟ لانه فيجرز 3 و 4 اللي هم هون 3 و 4 شو كانوا قبل شوي، كانوا 2 و 3. فتخيل برضو لو عندك دوكيومنت كثير كبير كل
الفيجرز بياخذوا ارقام جديده وكل السايتيشن تبعتهم جوا الكلام تتغير اوتوماتيكلي. هلا لو رجعت بعدين اكتشفت خطأي انه هذا مكانه مش هون ومسحته وعملت select all وعملت update رجعت هذه figure 1 هذول رجعوا figure 2 و figure 3 لانه هذه الفيجر رجعت figure 2 وهذه الفيجر رجعت figure 3 وهكذا. طيب شو مهم برضو حتى أكون professional في كتابتي للريبورت؟ بالإضافة للtable of contents لازم يكون عندي table of figures. table of figures من وين بجيبهم؟ table of figures بجيبهم من references insert table of figures وبعمل OK. طلع بيطلع لي كل فيجر انا حطيته اسمه والصفحة اللي هو فيها. برضه بحتاج table of tables بروح على نفسها insert table of figures وبدل figure بختار table فبيطلع لي tables كل واحدة اسمها ورقم الصفحة. هيك بكون أنا فعلياً عم بعمل professional report. هلا آخر إشي رح نتعلمه هو كيف نعمل break. نفترض إنه في عندي مثلاً figure أو table كبيرة يعني بمعنى ما بتيجي بالصفحة العادية. يعني نفترض مثلاً إنه هذه الفيجر هي فعلياً أكبر من هيك وما بتيجي بالصفحة العادية زي ما إحنا شايفين هيك. شو بيكون الحل في حالة figure زي هيك؟ الحل هو التالي. فباجي على آخر صفحة 12 وبكبس layout بختار breaks وبختار section breaks next page. يعني الصفحة رقم 13 هي section غير عن صفحة رقم 12. كيف يعني؟ لو جيت هلا صفحة 13 محل ما أنا واقف واخترت الorientation يكون landscape مش portrait بلاقي إنه الصفحة رقم 13 تغيرت صارت بالعرض بينما الصفحة 12 وما قبلها ضل زي ما هو. طبعا باجي بكبر الفيجر زي ما أنا بدي لأنه هلا صارت صفحة عريضة. شو المشكلة اللي صارت؟ المشكلة اللي صارت إنه كل الصفحات اللي بعدها صاروا portrait بس أنا بدي إياهم landscape. فشو بعمل؟ بعمل نفس اللي أنا عملته، باجي على آخر صفحة رقم 13 بعمل section break next page وفي next page بروح على الorientation وبرجع portrait. في هذه الحالة برجع الوضع الطبيعي لكل إشي بعد وكل إشي قبل وصفحة واحدة فقط عملنا لها section break قبل وبعد وعملناها landscape. هاي هي بعض التيبس المهمة اللي بيكون طالب الهندسة دائما بحاجتها حتى يطلع شغله كثير professional بجهد أقل وكفاءة عالية.